السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الأخوات في المطبخ تاعي، يوم جديد ووصفة جديدة. اليوم جبت لكم هذه الوصفة اللي هي صبيعات العروسة ولا زلابية البنان، يعني كل منطقة كيفاش تسميها. هذه الطريقة اللي سهلة وبسيطة والنتيجة روعة. تبعوا برك المراحل. هادوما كما نقولوا تحضيرات لشهر رمضان الكريم، إن شاء الله يدخل علينا يا ربي بالصحة والهنا إن شاء الله. لهذه الوصفة عندي المراحل والمقادير التالية. هنا في كسرونة نحط زوج كيسان ماء، هذا الكاس اللي دايما نكيلكم به، وراح نكمل به المقادير كامل تاع الغوصات. قلنا زوج كيسان ماء، راح ندير رشة مليحة من الملح، وراح ندير 6 ملاعق زيت. قلنا زوج كيسان ماء، رشة مليحة من الملح، وست ملاعق زيت. راح نزيد لها هنايا العسيلة. هنا اذا كانت العسيلة تاعكم يعني كانت على برا وكانت طرية بزاف، ديروا زوج مغارف ماشي معمرين، واذا كانت جامدة كانت يعني في الثلاجة ديروا هكذا مغرفة ونص. قلنا مغرفة ونص عسيلة. هنا خلاص المرحلة الاولى، راح نحطهم فوق النار. هنا غير نشوفوا بدا الفقاعات وبدا يغلي الماء، راح نحيه باش نمر المرحلة الثانية. من جهة هنايا حطيته على النار، عندي هنايا زوج كيسان فارينة اي طحين، دايما كيل بهذا الكاس، كيلت به كامل مقادير تاع هذه الوصفة. هنا زوج كيسان فارينة راح ندير له مغرفة ماشي معمرة سميد، سميد يكون ناعم. نزيد ندير له شوية على راس المغرفة لافاني او ملعقة صغيرة فانيلا. قلنا هنايا درت زوج كيسان فارينة ومغرفة ماشي معمرة، تكون يعني ممسوحة ما تكونش بومبي، سميد رطب وشوية فانيلا حوالي من المغرفة صغيرة باش تعطينا هذاك الذوق. هنا الماء ديالي راهو فوق النار، راهو بدا يغلي، هنا بدا يدير في الفقاعات، غير بدا يغلي راح نحيه. بعد ما بدا يغلي الماء تاعي نحيته فوق النار وهو سخون، راح نضيف له هذوك المقادير الجافه. قلنا زوج كيسان فارينه ومغرفه ممسوحه تاع دقيق يكون ناعم ومغرفه صغيره فانيلا. نحط هاد الفارينة ونبدأ غير ملعقة خشبية نخلط هاد المقادير. هنا واش راح نديرو؟ غير بالعقل لازم ندخلو مليح هاديك الفارينة في الخليط، يعني حتى نتحصلو على كرة تكون عجينة، يعني تكون ملساء تكون رطبة. ضروري ما نخليش هادوك الحبيبات تاع الفارينة باش تنجح لي مليح الوصفة. راح نكمل انا نخلط هكذا بهذه الطريقه وندخل مليح الفارينه في هذاك الخليط، ومن بعد نعاود نرجع لكم باش نولي لكم باش نوري لكم الشكل تاع العجينه تاعي. وهذا هو الشكل تاعها، نتحصل على عجينه هكذا تكون رطبه، تكون يعني ملساء. هنا وهي سخونه يعني تمتم راح نبدا نشكل، ماشي حنخليها تريح. هنا في بلا البلاطو لازم ندير كميه قليله من الزيت، يعني مسحه خفيفه من الزيت باش ما تلصقليش اللي حنشكلهم، يعني ما يلصقوليش في البلا تاعي. ونبدا نشكل. هنا عندكم كما نقولوا زوج انواع، تحبوا ديروا هكا في اللمبوط اي هذا القمح، ولا في لابوش يعني اللي يساعدكم، المهم تتحصلوا على شكل يكون شباب. قلنا هنايا السنيوه تاعي مسحتها مسحه خفيفه بالزيت باش من بعد ما تلصقليش. نبدا نشكل غير بالعقل. نشكل هكذا حتى نكمل كامل العجينه ديالي. بهذه الطريقه يعني اللي تساعدها قلنا لابوش تستعملها، يعني نتوما فاش تلقاو راحتكم.
هنكمل بهذه الطريقه، قلنا العجينه ما لازمش تخلوها تبرد ولا تنشف، راح تجينا صعيبه. هنا بعد ما كملت حليت كامل العجينه، هنا واش ندير؟ ضروري اني نحطها في الثلاجه مده بين 20 دقيقه حتى 30 دقيقه. هنا علاش نحطها في الثلاجه؟ هنا باش الشكل تاع الحبه تاعي ينشف لي ويحكم القوام تاعو، يعني الشكل تاعو ماشي راح يخسر، يعني كي تنشف لي العجينه تحكم الشكل تاعها. جازت هذيك 20 دقيقه، انا يخنا خليته 20 دقيقه، حطيت الزيت على النار تسخن. هنا النار لازم تكون متوسطه، اذا كانت النار قويه راح يطيب لكم يتحرق لكم والداخل يبقى معجن، واذا كانت النار قليله راح يطيب لكم يابس. يعني النار هنا ضروري انها تكون متوسطه. نبدا نحط الحبات تاعي غير بالعقه باش ما يغسلهمش الشكل تاعهم، وهنا ضروري اني ما لازمش كامل نحركهم، قلنا ما لازمش كامل نحركهم حتى ياخذوا هذاك اللون الذهبي المايل الاحمر. يعني هنا نقدر نقلبهم، يعني من الاحسن هنا تعملوا طنجره تقليو فيها الحبات تاعكم تكون غامقه هكذا باش بلا ما نضلوش يعني تقلبوا فيها. هنا راح نزيد نحمرهم شويه، يعني اللي تحبوا هذا اللون تقدري تنحيهم مطيبين، بصح حنا انا راح نزيد نحمرهم. ومن جهه عندي العسيله تاعي، العسيله اذا كانت في الثلاجه بارده حطيها فوق النار غير قسمه تطلق روحها باش تسخن ولا تطفى تطلق روحها، واذا كانت على برا بلا ما تدفيها مباشره حطي الحبات تاعك في العسيله. قلنا العسيله هنا تكون بارده، ماشي بارده بزاف بصح تكون يعني مليحه على درجه حراره المطبخ. نحطهم، انا ضروري اني لما نخرجهم من الزيت نخليهم يقطروا وينشفوا شويه، يعني يتحالهم شويه هذاك الندى، ومن بعد نحطهم مباشره في العسيله نخليهم يتشربوا. وهذا هو الشكل النهائي تاعهم بعد ما عسلتهم، يعني هنايا يجوا بزاف هايلين ومقرمشين. هنا بك الاخوات كاينه ملاحظه، اللي ما تحبهمش بزاف مقرمشين تقدر تستغنى على هذيك المغرفه تاع السميد وتعوضها بالمغرفه تاع الفرينه، يعني هكا راح يجوا شويه طريين. واللي تحبهم مقرمشين تستعمل هذه الطريقه وهاد لاوسيت، يعني راح يخرجوا لها كيما راهي حابه. وهذه هي الوصفه تاعي تاع نهار اليوم، نتمنى الاخوات تكون عجبتكم وتجربوها وتسيوها، وان شاء الله ديروها في رمضان ان شاء الله وتنجح لكم. والى الملتقى ان شاء الله في فيديو اخر، ومع السلامه.